نمشي لعالم السيارات، حيث اجتمعت اليوم الشركة العالمية بيجو سيتروين فرنسا بنظيرتها التونسية لتقديم دعم جديد من خلال جملة من المشاريع والاتفاقيات من أجل تحسين الخدمات وتقديم الدعم اللازم لتونس خاصة في المرحلة القادمة. شركة بيجو تزور تونس وتقوم بجملة من المشاريع بهدف الاستثمار ودعم البلاد في المرحلة القادمة. La présence du groupe en Tunisie c'est une longue histoire. Déjà, je dirais culturellement, la France et la Tunisie ont des histoires communes, une culture commune, j'allais dire une langue commune, donc une affinité naturelle. Et le groupe existe en Tunisie depuis 1930. شركة بيجو تؤكد على ضرورة دعم الاقتصاد التونسي وفتح فرص الشغل من خلال شراكتها مع نظيرتها التونسية. ثقة رجعت. وقاعدين زيارة مثل هذه تزيد الدعم الثقة هذه. ورجعوا خاصة باش يدعموا الشيء الموجود ولكن بنظرة مستقبلية. يخموا على مشاريع جديدة، يخموا على التطوير، يخموا على التنمية. وكلهم يقولوا هذا معناه الاستثمار وغيره معنى ذلك مواطن شغل معنى ذلك فهمتني. لذلك هذاك علاش معناها اليوم وجودهم هوني معناها عندهم عندنا ملفات بطبيعة الحال بين الشركتين. الشركة اختارت تونس للاستثمار فيها ولدعم مسارها الاقتصادي خاصة.